السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده انا هعلمك ازاي تقدر تشتغل على الاوتوميشن من خلال التليفون بس بتاعك، مش محتاج انك تستخدم كمبيوتر او لابتوب، من خلال التليفون اي حد معانا التليفون، وتقدر تحقق ارباح من عليه. لو انت ما شفتش حلقة الربح من الاوتوميشن تقدر تزور الرابط اللي هسيبه لك في التعليقات وتفهم كل التفاصيل ازاي تقدر تربح من شغل NATM او الاوتوميشن. يلا بينا كده نبدأ الفيديو لكن بعد الفاصل. طبعا معروف نشتغل على منصه هوستنجر. اول حاجه بتروح عندك على منصه هوستنجر زي ما انت شايف كده، وبتنزل تحت بتروح عندك على حاجه هنا اسمها اداره، وبعد كده بعد ما يجي يفتح لك كلمه اداره كده انزل تحت كده شويه لحد ما تلاقي حاجه هنا اسمها اداره التطبيق. انت بس مجرد ما تيجي تضغط عليها بيفتح لك الصفحه اللي قدامك دي كده، تمام؟ هيفتح لك الصفحه بالشكل ده كده اللي هو الورك فلو اللي هنبدا نشتغل عليه زي ما هتشوف دلوقتي. زي ما انت شايف كده هنا بنستخدم اول حاجه اسمها هنا التريجر، مثلا هنستخدم على الواتساب واللي احنا اتكلمنا عليه كتير قبل كده. كل عليك بس تضغط عندك على ضغطه زي ما انت شايف كده، وبعد كده بتكتب هنا عندك واتساب، تمام؟ هتروح عندك على الواتساب بزنس، وبعد كده بتروح عندك على ام ماسنجر. هنعمل اول ورك فلو معانا على التليفون. طبعا زي ما انت شايف كده ده ظهر معانا الواتساب تريجر، فانت بتضغط على الواتساب تريجر وبعد كده بتعمل اكسكيوت، وبعد كده بتروح عندك على الواتساب زي ما احنا اتفقنا قبل كده، وبتكتب مثلا كلمه هاي لحد ما يجي يظهر عندك علامه الصح زي ما انت شايف كده ان هو الواتساب كده شغال. كده هنبدا بقى نروح عندنا على الاي اي ايجنت واللي احنا شرحناه قبل كده ازاي تقدر تستخدم الاي اي ايجنت، وكمان شرحنا ازاي تعمل اول وكيل ذكاء اصطناعي ليك. بعد كده بتروح عندك على علامه الزائد اللي انت شايفها دي ونختار اي اي، وبعد كده بنختار عندنا اي اي ايجنت. طبعا زي ما انت شايف كده يفتح لك الاي اي ايجنت، اضغط بس في الجنب اهوت في الحته اللي لونها رصاصي لحد علشان تيجي تخرج، تمام؟ هتروح عندك على الشات موديل، وبعد كده بتختار عندك اوبن اي اي او شات جي بي تي اللي هي تحت دي، تمام؟ اضغط برضو عندك على العلامه اللي هي باللون الرصاصي دي، وهتروح عندك على الميموري هتضغط عليها ضغطه كده، تمام؟ وبعد كده بتختار هنا سيمبل ميموري، وبعد كده بيقول لك هنا حاجه اسمها هنا تضغط عليها ضغطه كده بتختار ديفن بلو، وبعد كده هنا هيقول لك الكي ده هيسيبه لك الرابط اللي موجود في الوصف او التعليقات. هتروح عندك على الكي اللي بالشكل قدامك ده كده، وبعد كده خلاص بيظهر باللون الاخضر. اضغط بس عندك على الحته اللي هي لونها رصاصي في الجنب، بعد كده بتضغط عندك على كلمه اكسكيوت اللي موجوده تحت دي، اكسكيوت دي، تمام؟ علشان تقول للورك فلو ان انا شغال. فدلوقتي هترجع تاني كده تقول له هنا مثلا هاي، تمام؟ وهترجع تاني بالشكل ده كده على الورك فلو بتاعنا، هيظهر علامه الاي اي ايجنت عمل عليها اللي هي علامه الاكس، اضغط عليها بس ضغطتين يبقى كده في مشكله في الاي اي ايجنت. هتروح عندك على فوق هنا اللي هي الريسورس برومت، اضغط عندك على ديفن بلو، هيقول لك هنا البرومت الخاص باليوزر مسج. كل اللي عليك بقى بتعمل ايه؟ هتروح عندك على هنا في حاجه هنا اسمها البادي، البادي مكتوب جنبها هاي اللي احنا كنا كاتبينها من شويه، فانت هتروح عندك على المسج برضو هتكتب هاي باللغه الانجليزيه زي ما انت شايف كده، وهتروح عندك في الجنب على الحته الرصاصي دي بتخرج خالص، وبتنزل تحت هنا كده بتعمل اكسكيوت تاني. هنخرج نعمل اكس كده على اي رساله تظهر لنا، تمام؟ ونضغط عندنا على اكسكيوت، هتنتظر شويه لحد ما يوجهك تاني على صفحه اللي هو اللي هي الواتساب، وبعد كده بتعمل ارسال، ونروح نرجع تاني نشوف الورك فلو بتاعنا كده اشتغل تمام زي ما انتم شايفين كده. بس احنا دلوقتي محتاجين الريسبوند او محتاجين الرد، فانت بس بتروح اخر حاجه على علامه الزائد اللي موجوده دي، وبعد كده بتكتب هنا واتساب دبليو اتش اي تي، تمام؟ معلش ثواني، كتبت هنا واتساب، بعد كده بتختار سند مسج اند ويت فور ريسبوند، تمام؟ وبعد كده بقى هنا بتبدا تكتب تختار من هنا خليها مسج، عندك هنا الاوبريشن هتخليه هنا سند، وتعمل سيلكت على رقم التليفون اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه وقلت لك ازاي تجيب رقم التليفون ده الحلقه اللي فاتت. هتكتب هنا رقم التليفون بتاعك انت بس اوله زائد 2 0، وبعد كده بقى بتكتب 010، هنشوف بقى ولا 0 كام. وزي ما انت شايف كده انا كتبت هنا رقم التليفون، بعد كده بتنزل تحت كده زي ما احنا اتفقنا بنختار دي تكست زي ما هي. هنا بقول لك التكست بادي، وهسيب لك برده رابط التكست بادي موجود في الوصف او التعليقات، بتختار التكست بادي زي ما انت شايف كده. بس في حاجه مهمه، بتروح عندك على علامه الايديت اللي موجوده فوق دي، اضغط عليها ضغطه كده بس، وتعمل بس ريتراي تتاكد ان الاكسس توكن الخاص بالواتساب شغال، تمام؟ يبقى كده شغال.
هتروح عندك برضو في الجنب هنا بتضغط على العلامة اللي هي لونها رصاصي دي، وبعد كده بتنزل تحت كده شوية بتعمل عندك اكسكيوت، وهترجع تاني على الواتساب زي ما هنشوف دلوقت، هتقول له هنا هاي بالشكل ده كده تمام، وهترجع تاني على الاي اي ايجنت زي ما انت شايف كده عمل استكمال. طبعا المهمة كده تم استكمالها زي ما انتوا شايفين. حاول كده ايه اقرب لكم مسافة شوية او نجيب دي شوية تمام. يبقى كده قال لك تم الرد. طبعا انت بعت له هاي، قال لك هات هاي وات دو يو لايك تو تيك اباوت اور توداي زي ما انت شايف كده. فانت بتقدر تكتب له بقى اي حاجه باللغه العربيه او اللغه الانجليزيه زي ما هنشوف دلوقت. هنا برضو هتعمل نفس الفكره، تقول له هنا اكسكيوت تمام، وبعد كده ترجع تاني مثلا تقول له هل تتحدث العربيه تمام او اللغه العربيه، تعمل كده سند، وعلى طول بقى هو بيتم الرد عليك بعد ما يتم معالجه الاي اي ايجنت اللي هو ان انت اشتغلت عليه. فدلوقتي احنا عملنا اي اي ايجنت او استخدمنا الورك فلو عن طريق التليفون بتاعنا، مش محتاج ان يكون معاك لابتوب او محتاج يكون معاك كمبيوتر. شكرا ليكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعم بلايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده ودمتم بخير ومع السلامه.